السلام عليكم إخواني، حياكم الله. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. كيفما رأيتم من العنوان، اليوم سنعرف مميزات مايكروفون بويا MA الاحترافي، وسنكتشف جميعا مميزاته والفرق بينه وبين الميكروفون العادي. لذلك وبطبيعة الحال يلزمنا هذا الميكروفون. إذن على بركة الله افتح علبة الميكروفون. هذه هي علبة الميكروفون، ميكروفون بويا MA. سنكتشف هل فيها ميكروفون، لأن أول مرة سأفتحها. سنقوم بفتحها الآن، نرى ماذا يوجد هنا. نرمي هذه القطعة هنا. كيف ما كتشوفوا الومبالاج، الومبالاج مزيان. عندي لوبي، حيت شوية أعصاب. دابا كنستعملو ميكروفون الهاتف، ولكن بعد قليل سنستعملو ميكروفون بويا. هو هذا غادي نستعملوه، ولكن غنشوفوه دابا واش دوريجين ولا ماشي دوريجين، لأن فيه كوبي فيه دوريجين. ما خصكمش تطيحو في هذا الخطأ. هذا هو، حيدو الأعصاب مزيان، مبقاوش أعصاب. صح، كما كتشوفوا هذا هو مايكروفون بويا MA. كتشوفوا هنا، هذه هي، هذه العلامه ديال انه اوريجينال، ماشي شي كوبي ولا شي حاجه، حيت فيه الكوبي، والكوبي الكاليتي ديالها ضعيفه بزاف. نشوفوا، نحلوا العلبه ونشوفوا شنو كاين. هذه هنا، هذه الكارت فيزيت او بطاقه السيد اللي باعها لي، سميتو yourtech.ma. yourtech.ma كاين في كازابلانكا، لان انا كومونديتو من السيت ديالو اللي هو yourtech.ma. هو هذا هو السيد لي بيدوري الحسين، يعني تعامل معايا مزيان. شريته من عنده، تعامل معايا مزيان، فخصني يعني نشهر به. هذا هو yourtech.ma. شكرا لك. و تنشوفوا ان شاء الله، تنشوفوا بعدا الكاليتي ديال الصوت واش تغير ولا لا. ها هو السريال، هو هذا السريال ديالو. كتحيد كتلقاه هنايا، فيه تا الاخر كود كيو ار تا هو كاين. اذا هذا فراه اوريجينال ماشي كوبي. غنفتحوه ان شاء الله، شوفوا شنو كاين في الداخل ديالي. اول مره غادي نستخدم انا ميكروفون احترافي، واخا الثمن ديالو يعني رخيص، ولكن كيقولوا عليه الناس انه ميكروفون مزيان. اذا كل شيء هنايا، بويا مايك، هادي لا غارونتي، ورق لا غارونتي. خصك ضروري تقراهم، ملي كي كنتي مغربي بحالي ما تقراهمش. هادي كذلك بويا عمر، ها بغيتي تلصق شي لعيبات هذا دير لهم اشهار. خويا هادي هي، واو، هذا هو الساك ديالو. صافي ديالي زوين، هو هذا. هذه هي كنلقاوها في سبديلاتو. في هذا، هذه اللي ما كيعرفهاش شنو هي، هذه كتحيد ليميديتي، كتمتص ليميديتي اللي هو الماء. الماء كتحيدو، كتمتص ليميديتي من الهواء في السبرديلات، في اي حاجه، باش ما يعرقوش، باش ما يطلعوش هذا. وهذا هو مايكروفون بويا عمر. بويا من اهم المميزات ديالو هو 6 متر في الكابل، 6 متر في الكابل، يعني راه ما تجبد. وهذه هي هنايا، عندنا هنا الاكسسوار ديالو، هذا المقبض باش كتحطو هنا، البونجه ديالو اللي هي هذه. شوفوا هذا فين زاد كاع. اوكي،
هير وي جو هو هذا مايكروفون بويا. هاد البياس هادي ماعرفتش ديالاش، ولكن هادي ريديكسيون يعني بغيتي تخدمها كنظن في البيفان الكبار. البيفان الكبار كتبرونشي لهم هادي هي باش تهضر بيها. البيفان الكبار دابا غادي نجربوه ان شاء الله، غادي نجربوه وغادي نشوفو الميكروفون هذا واش غيتغير الصوت ولا ما غاديش يتغير الصوت. دونك هادي هي اهم جزء في لكن نسينا هنا كاينه البطاريه. هاي البطاريه ديالو كتجي معاه، قالك البطاريه كضرب شهرين حتى 3 شهور، من شهر شهرين حتى 3 شهور يمكن تغيرها، كدير 10 دراهم. ليتس جو نجربوه الان. مقبض اوكي، غندير له بحال هكا. يمكن تخشيه من الملابس الداخل، ولكن حنا دابا غنجربو به. نحطو غير هنايا فهاد البريزة هنا لايك ذات اوكي، ونقومو بتركيبه مع الهاتف. كنظن هنا عندنا الاون والاوف، فهي كاميرا سمارت اوف، سمارت فون كاميرا وسمارت فون. من ما بغيتي تستخدمو كيخدم حتى الكاميرات. انا دابا نخدمو السمارت فون عادي بحال اغلب الاصدقاء اللي ما كيستخدموش الكاميرات اللي مازال في البدايه ديالهم. لكن قبل هذا كنقومو بتركيب البطاريه، ضروري خصنا نركبوها. عاد غادي نخدمو بالميكروفون بويا. بسم الله ايش الزائد والناقص عرش. المهم حنا نركبوها نشوفو. بسم الله هاي دخلات ستو كدا اوكي بحال هكا. وغادي نبرونشيوه مع الهاتف، وان شاء الله غادي يكون فيديو في القريب العاجل كيشرح الطريقه ديال تثبيت الميكروفون بويا ام ان، وطريقه تثبيت هاد ديزابليكاسيون او تطبيقات. نوريكم كيفاش تفعلوا طريقه تغيير الاعدادات باش يخدم الميكروفون. انا كنخدم الان بتطبيق اوبن كاميرا، هو راه خدام مزيان 100%. هو باش كنصور الان. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. الا كان عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك وباللايك وبالبارت.